الحمد لله رب العالمين. يعني كنت بادئه من وانا صغيره خالص، يعني النقطه دي انا كنت حطاها من وانا صغيره خالص. وطبعا مامتي هي اللي ساعدتني فيها ان انا اكون متفوقه. ففي الحقيقه نقطتي بدات من وانا في ابتدائي، يعني من وانا في ابتدائي الحمد لله كنت دايما ببقى متفوقه على الدفعه وبطلع من الاوائل، ودي كانت حاجه مشرفاني يعني. فهي دي اللي خلتني النقطه دي كل ما اطلع الاولى في كل سنه تفوت عليا، دي بتشجعني ان انا ادفع نفسي للامام اكتر يعني. فيعني انت من زمان ما شاء الله ان انت بتتفوقي طول الوقت. الحمد لله. الثانويه فرقت معاكي ازاي؟ يعني ايه الفرق ما بين الثانويه العامه وما بين اي مرحله دراسيه تانية بالنسبه لك؟ لا، هو بالنسبه لي انا شايفه ان الثانويه العامه يعني افضل ليا، حساها ان هي يعني متداوله، واللي بيخش ثانويه عامه بيقدر يحدد مصيره ويخش الكليه اللي هو يعني عايزها. لكن اي حاجه تانية انا بالنسبه لي كساميه او كمكفوفين، انا شايفه ان انا ما كانش ينفع ادخل اي مجال تاني غير ثانويه عامه. طب اشمعنى ربطتي ما بين الحلم ده وما بين شخصيتك؟ شخصيتك عايزين نفهمها اكتر، او احلامك رايحه لغايه فين؟ هو انا شايفه طبعا ان انا يعني انا شخصيتي يعني اجتماعيه شويه، فانا بحب ان انا اتكلم مع الناس، فهتلاقيني مايله اكتر في احلامي لكليه الاعلام. طب يلا كليه الاعلام تتشرف بيك. وانا اتشرف بيكم كلكم والله. ربنا يخليكي. وانت خلاص بتعملي بروفا دلوقتي اهو، انت بتخاطبي الناس. انا بعمل بروفا ودي حاجه بسطاني يعني. اول مره تطلعي على التلفزيون؟ لا، مش اول مره. مش اول مره. طيب التجربه بالنسبه لك جذابه؟ انت شايفاها كده بالنسبه لك بترضي طموحاتك، او ممكن تشبعك نفسيا ان انت تستخبي الناس، او حتى توجه لهم رساله اعلاميه في المقام الاول؟ بصراحه انا شايفه الفكره دي والتجربه اللي انا فيها دلوقتي دي بصراحه بتمتعني جدا. طب ايه رايك نخليكي مذيعه لمده دقيقتين؟ تيجي نعمل كده؟ لا، ما عنديش مشكله. ولا هنقول لسه بدري؟ عايزني ايه اقول لك؟ لا، ده الموضوع ده بتاعك يعني. لا، انت المعده وانت المذيعه، حددي الموضوع واتكلمي براحتك. يعني ده شيء يعني الصراحه يشرفني جدا، ومش لسه بدري ولا حاجه. شيء كويس ان الواحد برضو لما يحس برغبه في حاجه يجربها، ايه المشكله؟ ويتدرب عليها برضو، ويسمع صوته ويشوف نفسه وهو بيتكلم. طب ايه رايك يلا ننطلق ونقدم البرنامج الصغير ده على مدار دقيقتين، وتوجهيه لاي حد انت عايزه تكلميه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا على قناه ام بي سي مصر 2. اتمنى انكم تستمتعوا ببرنامجنا النهارده، وفكرتي قصيره بس اتمنى ان هي تمتعكم. يعني عن طلاب الثانويه العامه وعن الظروف اللي احنا مرينا بيها السنه دي. موضوع فيروس كورونا دوت عمل تغيرات كتيره في نفسيه الطلاب، وبالذات طلاب الثانويه العامه. فطبعا كان في ناس تعبوا بسبب موضوع كورونا مع المذاكره، الاثنين دول اكيد كانوا عاملين مشكله جامده للطلاب. بس بصراحه انا لما شفت المجاميع لقيت ان الطلاب قدروا ان هم يتحدوا هذه الظروف، ويتحدوا مشكلتهم النفسيه واحساسهم بالخوف واحساسهم بالقلق، بدل ما يقلقوا من الامتحانات بس كان في قلق فيروس كورونا. وطبعا دي حاجه تشرفني ان زمايلي واخواتي من بلدي وحبايبي قدروا ان هم يتحدوا حاجه زي ديت، والمجاميع كانت كويسه. وانا بهني الاوائل وبهني جميع الطلاب اللي وصلوا، وان شاء الله باذن الله كلهم اتمنى لهم التوفيق ويحققوا نجاحاتهم في مجالاتهم اللي هم يتمنوا يدخلوها، سواء في الجامعه او غيرها يعني. طيب